السلام عليكم ورحمة الله بقناة عبد السبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. لكل حال اليوم جيناكم بخبر تاع من الاتحاد الجزائري، بعث للاتحاد الطوغولي على اسمه. عندنا تما كما حكينا عندنا الجزائر راح دير المعسكر ديالها تما، صراو مشاكل من الاتحاد الطوغولي. على كل حال قالوا بلي الاتحاد الجزائري اخلط علينا الامور لما راه جاي يتعسكر هنا في طوغو. والله العظيم غير افريقيا تقعد افريقيا. على كل حال اسمعوا اليوم وين واش تكلمت، واش هضرت على هذا المشكل اللي انا ما سميهش مشكل، لكن دوك تقراو والله العظيم غير تحيروا. تعرفوا بلي افريقيا تقعد افريقيا، عندهم الهيكا في الطوغو. تابعوا معنا واش حطوا بالعنوان بالبند العريض: المنتخب الجزائري يتسبب في ازمه داخل الاتحاد الطوغولي. تابعوا معنا يا اخواننا الكرام. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم السبت الماضي عن برنامج مبارياته الودية تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، هذه قاعدة بنا بها خوتنا الكرام، المقررة في كوت ديفوار خلال فترة ما بين 13 جانفي كانون الثاني وحتى 11 فبراير شباط، حيث سيخوض المباراتين الوديتين أمام منتخبي طوغو 5 يناير يعني 5 جونفي وبوروندي 9 يناير يعني 9 جونفي. وكشفت مصادر خاصة لموقع وين وين من طوغو التي اختارتها الجزائر لإجراء معسكرها التحضيري أن هذا الإعلان تسبب في أزمة حقيقية داخل الاتحاد الطوغولي لكرة القدم، الذي لم يعلن بعد عن أي تأكيد بخصوص لعب هذه المباراة الودية أمام محاربي الصحراء، وترك كل الأمور مبهمة في واقعة تثير الكثير من علامات الاستفهام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأجرى مراسل وين وين اتصالا هاتفيا بمدرب المنتخب الطوغولي باولو ديوراتي، وذلك بعد بيان الفار أمس السبت بدقائق قليلة، لكن المدرب اعتذر عن عدم الرد على استفسارات مراسلنا مكتفيا بالقول إنه لم يحصل على أي معلومة رسمية بخصوص مواجهة الخضر، وطلب معاودة الاتصال به لاحقا. اليوم الأحد اتصلنا مجددا بالتقني البرتغالي ليصرح بقوله إنه لم يتم إخباره بأي شيء من طرف الاتحاد الطوغولي، وكل ما وصل من المعلومات كان من وسائل إعلام فقط، وذلك لن يستطيع أن يتحدث كثيرا عن مواجهة الجزائر، معربا عن استغرابه من الوضعية الحالية. وذكرت مصادر أن المنتخب الطوغولي سيواجه الخضر دون أهم لاعبيه، وسوف يكتفي باللاعب بتشكيلة مكونة من لاعبين الدوري المحلي فقط، ويعود ذلك لاستحالة استدعاء اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات الأخرى، بحكم أن هذا المعسكر خارج تواريخ الفيفا بالنسبة للمنتخبات التي لم تتأهل للنهائيات كأس أمم إفريقيا، مثل منتخب الطوغولي الذي سيغيب عن نسخة كوت ديفوار. وقال مسؤول داخل الاتحاد الطوغولي رفض ذكر اسمه اسمه ما حبش من اسمه في تصريحات خاصة لوين وين: لا يمكننا أن نواجه منتخب الجزائر بمنتخبنا الأول، سنقوم في قادم الأيام بتعيين مدرب جديد على رأس المنتخب المحلي، سيكون محمد عبد القادر توري كوباجا الذي سيخلف جوناس كوملان الذي أنهى عقده شهر سبتمبر الماضي. وختم تصريحاته بالقول: عبد القادر سيكون بدون شك المدرب الذي ستوكل له المهمة في مواجهة الجزائر وديا. على كل حال الأمور ستتضح في الساعات المقبلة القادمة. يذكر أن المواجهة الثانية لمنتخب الجزائر ضد بوروندي يوم 9 جانفي، من المنتظر أن يلعب فيها الخضر ضد منتخب مكون أساسا من لاعبين محليين، بما أن منتخب بوروندي لم يتأهل هو أيضا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. خوتنا الكرام إفريقيا هنايا قال لك باللي سما لارجيري راح تلعب ماتش، تلعب ضد الفريق الاول تاع الطوغو، وحتى الاتحاد الطوغو سما المدرب الطوغولي قال لهم انا ما سمعتش
وما قالتليش الاتحاديه شتو افريقيا. انا هذه اللي هذه اللي افريقيا افريقيا تبقى افريقيا. كيفاش انت ما سمعتش والاتحاد الجزائري اليوم البارح حط ولا اللي حط ان كومينيكي باللي خلاص هو هضر مع الاتحاد الاتحاد الطوغولي وقال باللي اوكي اروحوا ديروا المعسكر ونلعبوا لكم ماتش وزيدوا خيروا ايكيب زادوا تفاهموا مع الاتحاد تاع بوروندي والحمد لله. علاش اليوم راكم ديروا في هذه المشاكل؟ علاش علاش هذه الافريقيا هذه عامله هكذا؟ انا هذه اللي حبيت نفهم علاش ما يمشوش سوا سوا. كيفاش نتايا تجي دوكا زعما قال لهم باللي اللاعبين المحترفين ديالي ما يقدروش يجوا يلعبوا تلعبوا مع المحليين؟ شتو كيفاش يحبوا لكن لا علينا. هاو المدرب دوكا قال لك حيجيبوا مدرب جديد، هي كاع راهي دي كونتي طابيناتهم لهيك في الطوغو ما بين مدرب ومدرب وجيب واحد ونحي واحد. راح يجيبوا دوك مدرب للمحليين هما اللي راح يقابلوا المنتخب الجزائري في ظل انه قال لك المدرب الاول انه الصحفي هذاك قال لك ما يقدروش يلعبوا طوغو مع الجزائر باللاعبين المحترفين لانه ما كاش ضد فيفا، لانه ما كاش ضد فيفا ولا طوغو ما راحتش الكوب دافريك اوتوماتيكمون لاعبيها ما يقدروش يجوا، راهم يلعبوا الغيك في اوروب. لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا على كل حال حنا ما يهمنا فريق اول تاعكم، ما يهمنا فريق رابع تاعكم، ما يهمنا فريق ثاني. حنا جينا جينا نديروا معسكر في طوغو على جال المناخ، ما جيناش غير على جال اللعب ديالكم ولا لي جوار لوكو ولا اوروبيين ديالكم اللي يلعبوا لي دوبل اللي يلعبوا في اوروبا. حنا جينا نلعبوا مقابله لو حتى مع فريق من نادي من عندكم ما يهمناش، حنا يهمنا الجو ويهمنا لونغاجمون فيزيك ديالكم. هذا ما كان هذا واش يهمنا؟ ما تهمنا الطوغو، ما على بالنا بالطوغو ما والو. شغل لك الطوغو دارت حكايه، طوغو دوك دارت حكايه يا ناس. اكو تشوفوا خوتنا الكرام بلي هاد المشاكل اللي صراو لو كان دوك نجوزو كاع لي زيكيب كاع لي النخب اللي راح دير سما تربصات في دول ما تلقاش عندهم هاد المشكل، والله ما تلقاو عندهم هاد المشكل. حنا برك يبداو يخلطوا لك ويديروا لك وكذا، حنا لا علينا، حنا ما يهمناش فريقكم الاول او فريق المحليين، حنا يهمنا المعسكر يكون ناجح 100%. كاين ناس راح دارت معسكرات مع انديه عادي ودات وربحت في لما لعبت، حنا ما يهمنا لا الفريق الاول ديالكم لا الفريق المحلي، حنا غيركم مش يهمنا الجو، اللاعبين ديالنا يتاقلموا مع هذاك الجو مع هذيك الحراره والرطوبه، وماذا بيا تما جبل بالماضي تعبهم مليح باش يحسوا بالحراره ويتاقلموا مع هذاك الجو اللي قلت لكم الحراره ديالو البارح حطيت لكم ولا البارح حطيت لكم فيديو على الحراره ديال تما والرطوبه، ان شاء الله يتاقلموا. حنا هذا واش انا حابين، وخلونا يا الاتحاد الطوغولي بديتوا بالمشاكل ديالكم، حنايا يهمنا اللاعبين ديالنا يلحقوا لهذيك البلاد طوغو ويديروا معسكر حتى مع فريق اول او فريق ثاني، حنا لا يهمنا فيكم، حنا ليسونسيال فريقنا ياخذ سما يتاقلم مع هذا الجو اللي باش نروحوا لكوت ديفوار وللحديث بقيه في كوت ديفوار. على كل حال هذا واش كان عندنا نقول لكم اليوم، شكرا لكم، تابعونا بقناه عبد السبور، فعلوا الجرس، سلام.